أتى الآن نقطة أخيرة في مسابقة الفني وهي الحفلات. الحفلات ولكن ليس تماما في مدينة حلب حيث بدأت معك، وإنما السفر، السفر لغاية نشر التراث الغنائي العربي. ما هي المراحل التي سايرت موضوع السفر من أجل النشر؟ طبعا البداية كان مدينة حلب، كما هو معروف أنه ما في إذاعة وتلفزيون. بدأت النشر أن ننتقل من بيت إلى بيت، منزل إلى منزل، إلى أن بعدين بديت الإذاعة وبديت تسجيل. ما كان في مسجلات أول خمسينات لبدت آلات تسجيل، وبدي نسجل نحن حفلاتنا على أشرطة. على أشرطة كانت تنتقل من مكان إلى آخر، المحافظة بتدريج. فتثير الشهرة أيضا. نعم. تعرف. تعرف بين الدور كان الصوت. شخصيا بدك تنتقل محافظة لمحافظة. نعم. أيضا للتعريف. فمن خلال الواقع الأشرطة كمان محافظات تانية، سمعة صبع فخري. نعم. اللاذقية، حمص، دمشق، حسكيل، مشلي. نعم. المهم حتى بعدين المهاجر وإلى آخره. فبديت بالغناء في المحافظات الثانية. أول محافظة تقريبا اللاذقية بأول الستينات. كان هناك شخصية في اللاذقية لعلها فاهمت هذا الاتجاه. الواقع لما بدينا حفلاتنا هناك اجتمعت بمجموعة طبعا على رأسهم الأستاذ جبرائيل سعدي. نعم. الأستاذ جبرائيل سعدي معروف أنه أستاذ عالم آثار. نعم. ودرس موسيقى أيضا وله اهتمام كبير وعنده مكتبة كبيرة طبعا. من المسجلات القديمة لأم كلثوم والأقدمين وإلى آخره. نعم. والأدوار والأدوار ومش عنده مكتبة كبيرة. نعم. فلما راح شريطي للذئية حكولي استقبلوه من الأسطال. نعم. الشريط لما رحت أنا فكان في حفاوي كبيرة الحقيقة، وبديت بالحفلات وندار سجل الحفلات، وبدينا يعني بمعرفة المجتمع اللاذقية. نعم. وكان الحقيقة مجتمع جيد وراقي. طبعا الأستاذ جبرائيل سعدي تعرفنا على الأستاذ كمان الشاعر فؤاد الياسي. نعم. وعلى كثير من العوائل المحبة للفن والزواقة، ونسهر نسجل حفلتين يوم نعود الظهر نسمعها. نعم. ونناقش هالأمور. فكان الحقيقة الأستاذ جبرائيل سعدي له فضل كمان كبير أنه كان يوجهني يلفت نظري للألحان الجميلة والجيدة. نعم. من القديم من التراث لكي تحفظها، انه هذا دور كذا مشان احفظها، ويسجل لي اشرطة مشان احفظها. اشرطة نادرة. اشرطة من موشحات من قدود من الى اخر من اخره. كمان صار في تعاون بيني وبين استاذ فؤاد الياجي، وكان له فضل كمان الشعري، الشعر اغنيت له عدة قصائد. فكان في كل محافظة اسافر للحياة في شخصيات كان له دور في حياتي. هذا عدا الملحنين وعدا شخصيات فنية محبة للفن. نعم. وداعي منها. نعم صحيح. وطبعا تابعت في محافظة أخرى انتقلت إلى حمص إلى دمشق، وبعدين بلشت أدعى إلى المهاجر، بعدين دينا بأوروبا بأمريكا. نعم.